30 دعاء رائع في رمضان وكل يوم دعوه نعيش بيها ونذكر ربنا بيها ونركز عليها. دعاء النهارده انك تدعو ربنا بوعوده. عمرك فكرت في الحكايه دي وعوده فين؟ وعوده اللي قالها في القرآن، وعوده اللي جت في الأحاديث القدسية، وعوده للنبي النبي قال لنا عليها، يعني أعمل إيه؟ تقول زي الفكرة اللي أنا هقولها لك ديًا. اللهم إنك وعدت عبادك وقلت: ادعوني أستجب لكم وأنا أتوسل إليك بما وعدتني أن تستجيب دعائي. ده مثل طيب دعاء تاني اللهم إنك تتنزل كل ليلة برحمتك تنادي من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه وأنا أدعوك وأسألك في هذا الوقت من الليل لما كنت بتدعي بالليل فاستجب دعائي طريقه تالتة اللهم انك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل وانا جئتك تائبا فاقبل توبتي طريقه رابعه يا من تقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا اني متقرب اليك فاقبلني فهمت الفكره ادعي بالطريقه دي وناجي ربنا بالطريقه دي الله يستجيب لنا